شهدت منافسات دوري أبطال آسيا 2020 إثارة كبيرة من خلال العروض القوية التي قدمتها الأندية المشاركة في منطقة الغرب، وفيما يلي مراجعة لأهم ما شهدته البطولة في منطقة غرب آسيا. الأهلي السعودي فرض تفوقه في المجموعة الأولى ليحصد الصدارة بعدما حقق انتصارين. وفي المقابل حجز نادي الاستقلال الإيراني مقعده في الأدوار الإقصائية بعدما حصل على المركز الثاني في ترتيب المجموعة. في المجموعة الثانية تربع بختاكور الأوزبكي على الصدارة ونجح في التأهل إلى دور 16 للمرة الأولى منذ نحو عقد كامل. وحصل نادي شباب الأهلي دبي الإماراتي على المركز الثاني في المجموعة. وتصدر بيرسبوليس الإيراني ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط. في المقابل حصل التعاون السعودي على المركز الثاني في المجموعة بعدما جمع 9 نقاط. ليتأهل إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه. وشهدت المجموعة الرابعة نجاح نادي النصر السعودي في الحصول على الصدارة بعدما جمع 11 نقطة. وحصل السد القطري بطل نسخة عام 2011 على المركز الثاني في المجموعة وبالتالي التأهل للدور الثاني. وفيما يلي مطالعة في مواجهات دور 16 بمنطقة غرب آسيا. الأهلي السعودي واجه شباب الأهلي دبي، في حين نجح بختاكور في عبور عقبة الاستقلال. بيرسبوليس تقابل مع السد، في حين خاض التعاون مواجهة أمام مواطنه النصر. في أولى مواجهات دور 16 تقابل الأهلي السعودي مع شباب الأهلي دبي على استاد الجنوب. وتقدم شباب الأهلي عبر هدف عزيز جون جنييف من تسديدة بعيدة المدى في الدقيقة 28. وأدرك الأهلي التعادل في الدقيقة 54 عبر ضربة جزاء نفذها عمر السومة، وأخفق كلا الطرفين في إضافة الهدف الثاني ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح من أجل تحديد الفريق المتأهل للدور ربع النهائي. وكان الفوز في ركلات الترجيح من نصيب الأهلي السعودي الذي تأهل للدور ربع النهائي للمرة الأولى في 3 سنوات، حيث تفوق بواقع 4-3. المواجهة الثانية في دور 16 كانت بين بختاكور الأوزبكي والاستقلال الإيراني. الاستقلال سجل أولاً بواسطة علي كريمي في الدقيقة 32. لكن بختاكور بدأ في فرض سيطرته على المجريات ليسجل هدف التعادل في الدقيقة 43. وجاء هدف التعادل عبر رأسية قوية بواسطة دراجون سيران من مسافة قريبة. ومع انطلاق الشوط الثاني تواصل سعي بختاكور من أجل تسجيل الهدف الثاني، ونجح الفريق الأوزبكي في التقدم بعد 78 ثانية من انطلاق الشوط الثاني، وذلك إثر هجمة منسقة وصلت من خلالها الكرة إلى إيرين ديرديوك ليسجل ويضع فريقه في ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 2009. المواجهة بين بيرسبوليس الإيراني والساد حسمت بفارق هدف واحد في ثالث مواجهات هذا الدور. وجاء هدف الفوز لبيرسبوليس في الدقيقة 88. وخرج الساد من المنافسة في حين تأهل بيرسبوليس إلى الربع النهائي للمرة الثالثة في السنوات الأربع الأخيرة. من جهته يواجه النصر السعودي مع مواطنه التعاون في المواجهة الأخيرة. وكان هذا الظهور الثالث للنصر في الأدوار الإقصائية، وجاء الحسم للفريق في الدقيقة 75.
فقد كان قائد الفريق عبد الرزاق حمد الله في المكان المناسب ليخطف هدف الفوز ويضمن للنصر التأهل إلى ربع النهائي للعام الثاني على التوالي. في ربع النهائي تقابل بيرسبوليس مع بختكور، حيث سجل الفريق الإيراني هدفين في الشوط الثاني ليحجز بطاقة التأهل إلى قبل النهائي للمرة الثالثة في السنوات الأربع الأخيرة. وتقابل النصر السعودي مع مواطنه الأهلي، حيث تمكن النصر من تسجيل هدفين على مدار شوطي المباراة. غونزالو مارتينيز سجل الهدف الأول للنصر في الدقيقة 25. ثم نجح عبد الفتاح عسيري في تسجيل هدف الاطمئنان في الدقيقة 55. ونجح النصر في التأهل إلى قبل نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الأولى في النظام الجديد للبطولة. وبات الصراع الآن في منطقة غرب آسيا منحصراً بين فريقين، النصر السعودي وبيرسبوليس الإيراني. ونجح النصر في التسجيل أولاً في الدقيقة 36 عبر ضربة جزاء نفذها عبد الرزاق حمد الله. وأدرك بيرسبوليس التعادل بعد 6 دقائق عبر رأسية مهدي عبدي من مسافة قريبة، ولم ينجح أي من الفريقين في التسجيل مجددا ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح. تقدم بيرسبوليس بواقع 4-3 قبل أن يتقدم مايكل لتنفيذ الركلة الرابعة للنصر، ونجح الحارس حامد لاك في التصدي لركلة مايكل ليمنح الأفضلية لبيرسبوليس. وتقدم علي شجاعي لتنفيذ الركلة الخامسة للفريق الإيراني، حيث سدد في الزاوية المعاكسة للحارس براد جونز، فتأهل بيرسبوليس إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2020.